لما قلتي لي هل وافقتي؟ اكيد طبعا. يعني بسهوله يعني. لماذا قلت ذلك سهيله؟ لانه الكثير من طرف الجمعيات اصبح الممثلون ولا الفنانون يتخوفون من الترويج لهذه المبادرات، لانه تتم فيها عمليات سرقه. لما نتحدث على منصات التواصل الاجتماعي ما تكونش فيها 100% صدق. اكيد. يعني شوفي، انا اول يوم عيد اضحى تلقيت يعني رساله من عند الاخ مروان مسخر طبيب، كان يعني متصل بالمخرجين كوسيم، بس جست ماي الفنانين حنايا وكمؤثرين نساهموا في نشر هذه المبادره. انا لما شفت الميساج ديالي من عند يانيس كوسيم اللي هو مخرج معروف. يعني درت كونفيونس وقلت لي ما لا، نشرت الرابط عبر الستوري تاعي في الانستغرام، وبديت نتصل بال مثلا لاعبين كره القدم من المنتخب الجزائري، مثلا عدلان كديورا، كان بنت بعيني، كذا السوداني، واقترحت عليهم صيفي كذلك، اقترحت عليهم بس يعني يساهموا في نشر هذه المبادره، لانه حقيقه الفنان يلعب دور كبير وعنده مسؤوليه كبيره في المجتمع تاعو، ولازم يشتغل يعني السوشيال ميديا ويشتغل الشهره تاعو في الاشياء الايجابيه، وكذلك يعني لازم وفي التفكير السليم بحد ذاته. فانا يعني لبيت الدعوه والطلب وبكل يعني حب، لان احنا الجزائريين معروفين علينا بالصدام والسوليداريتي. لازم الفنان ما يكونش يعني يقدم فقط كما احنا نقولوا الاعمال الفنيه، كذلك لازم يكون عنده روح التكافل، ولازم يكون يتعاطف مع كما احنا نقولوا المواقف كما هذه، لازم يكون عندنا تعاطف الانسان. يعني ولازم مواقف ايضا يبادر بها الفنان. طيب سهيله منك ننتقل الى ساره العلامه لتلتحق بنا ايضا من فرنسا، ننتقل من فرنسا الى ولايه ستيفو بالضبط الى سهيله معلم. نعود ونتحدث عن دور الفنان في هذه الظروف. سهيله، هناك خيط رفيع ربما ما بين التوعية وأيضا الترهيب والتخويف. ما مدى ضرورة أنه يكون الفنان الآن يكون عقلاني لما يبعث برسالته مثلا من أجل التوعية تكون رسالة هادفة، وأيضا ما يكثرش منها لكي لا يخاف الجزائري؟ والله يا أختي سامية، حبيت برك نصحح قبل الإجابة على السؤال تاعك، حبيت نصحح المبلغ اللي قال عليه الأخ مروان. ألف الحمد لله، هذه اللي شفتها في السوشيال ميديا. وباش نجاوب على سؤالك، يعني شوفي، هو الفنان يكون عنده مسؤوليه كبيره 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 في التوعيه. وكما كانت تهدر الاخت ساره، قالت لك بلي كانت تهدر على حمله التوعيه للتلقيح، باش نقولوا للناس يروحوا بوغ سي فاكسيني، وهذه الحاجه هذه والله هو كبير على الفنان ولا المؤثر، لانه هو بحد ذاته لازم يكون كما احنا نقولوا مقتنع بهذا الشيء، يكون واعي، لانه احنا شفنا بلي في المجتمع تاعنا كان استهتار كبير، الناس ما يحبوش يحبوا الكمامه، يقول لك ما عنديش كورونا، واحد يقول لك انا خلاص راني درت الفاكسون ما يقيسنيش، فبطريقه يعني فبطبيعه الحال راح ياثر على واحد اخرى. فيعني كفنانه باش نقدر ناثر ولا نخرج بفيديو ولا باش نوعي الناس، لازم نكون انا بحد ذاتي مقتنعه بهذا الشيء. طيب سهيلة، يعني حتى ربما ما نعيشه الآن من جائحة كورونا، كانت أنه في المقابل وفي الواقع الإنسان ما يكذبش على روحه، وخلينا نحكي بالجزائري أنه كانت فيه أعراس، كانت فيه حفلات، كان ربما حتى رواد السوشيال ميديا الذين نتحدث عنهم اليوم الذين يقومون بدور فعال، ربما كان فيه استهتار من طرفهم. كان أكيد كان استهتار كثير من طرفهم، من طرف يعني مجموعه كبيره من الناس، يعني اللي ما كانتش تدير التباعد الاجتماعي، ما كانتش تحط الكمامه عفوا، الاعراس يعني خلاص سوقوها نساو بلي كاين فيه مرض، ومازال الناس راهي تعاني، ومازال الناس راهي تموت.
فانا اظن بلي يعني هاد لافاغ الموجه اللي جات الاخيره هي اللي رايحه يعني تزيد توعينا وتخلي كامل يعني نكونوا كلنا مسؤولين. يعني الهدف من هاد التوعيه ذات سوليداف ريسبونسابل او ميم طون. فوالا. طيب سهيله، وشنو هي رسالتك لكل من انخرط في هذه الحمله واش توصيهم ايضا؟ والله نشكر كل من ساهم من بعيد او من قريب، نشكر زميلي سمير مستر اكس، مينا لشطر، نوميديا، ايمان نوال، كل من قدرش نقولهم لانه القائمه طويله، ونشكر بزاف الناس اللي تبرعت ودارت فينا الثقه هذه باش يعني نقدروا نجيبوا هذه الاجهزه والمعدات الطبيه باش نعاونوا الناس اللي راهم محتاجين. الناس راهي تموت لانه ما مقدرش تتنفس، وهذا شيء مؤسف. ونفتح قوس نقول للناس هذيك اللي ربي يهديهم اللي يستغلوا مرض الناس واللي لحقت القاروره الاكسجين 10 اضعاف يعني المبلغ الحقيقي. نقولوا احنا مسلمين وحنا جزائريين وحنا لازم نكونوا متضامنين، ولكن للاسف كاين ناس وفئه من الناس اللي ما تخافش ربي. نقول لهم ربي يهديكم، نتبنى كامل المرضى الشفاء العاجل. والحمد لله سهيلة انه هذه فئه قليله جدا اللي راهي ربما تستثمر في المرض. طيب سهيلة، انت مطلعه بالمبادره، نقدر نسقسيك ما هو المبلغ اللي يقدر يتبرع به المتبرع؟ ربما اقصى ولا ادنى مبلغ لاعلى مبلغ في هذه المبادره؟ شوفي انا يعني لحقوني بعض الرسائل وان كان كنت شفت الناس يعني تبرعت، يعني هو المبلغ يبدا من انو حتى ال 50، ولكن هذا السؤال يجاوب عليه الدكتور مروان انه هو أدرى بهذا الأمر. أنا هي قليلة الظهور في منصات التواصل الاجتماعي، لكن هذا الحملة خلاتك تكوني دايما على منصات التواصل الاجتماعي. شكرا أختي سامية، شكرا لك أنت أولا يعني اللي راكي مهتمة بهذه المبادرة أنت وكل الصحفيين والناس اللي راهم مهتمين بهذه المبادرة اللي قمنا بها. نحب نشكر كل الجمهور الجزائري اللي يحبني ويتبعني، وانا قليله الظهور في السوشيال ميديا لاني هذه هي طبيعتي يعني. على كل حال شكرا على يعني على الحب على الدعم، وهذه هي حنايا كما قالت مينا في التسجيل الصوتي قالت بلي انا اليوم راني نحس روحي انسانه ماشي فنانه، وعندها الحق لانه اليوم رانا كامل مسؤولين ولازم نكونوا كامل متضامنين مع بعضنا وندعموا بعضنا ان شاء الله حتى نخرجوا من هذه الازمه. نشكر كامل الفنانين أكيد. كامل المؤثرين، كامل الرياضيين، كامل الناس اللي ساهمت في هذه المبادره وفي المبادرات الاخرين ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عادل، ونشكركم بزاف. شكرا جزيلا لك يا سهيلة. طيب في الختام مروان، هل لك أن تقول لنا كلمة باختصار فقط؟